من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لازال كلامنا في باب مواليد الأئمة عليهم السلام من كتاب الكافي الشريف. في هذا الباب بيان الأمور التي خصها الله سبحانه وتعالى بالأئمة عليهم الصلاة والسلام في خلقهم وفي ولادتهم. وقد فصلنا في الحلقات الماضية بعض ما يرتبط بذلك. الحديث الثاني من احاديث هذا الباب عن الحسن بن الراشد قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام الامام الصادق يقول ان الله تبارك وتعالى اذا احب ان يخلق الامام امر ملكا فاخذ شربة من ماء تحت العرش فيسقيها اياه فمن ذلك يخلق الامام. فيمكث أربعين يوما وليلة في بطن أمه لا يسمع الصوت ثم يسمع بعد ذلك الكلام. فإذا ولد بعث ذلك الملك فكت- فيكتب بين عينيه وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فإذا مضى الإمام الذي كان قبله رفع لهذا منار من نور ينظر إلى أعمال الخلائق فبهذا يحتج الله على خلقه الحديث الثاني أيضا عن الإمام الصادق وفي هذا الحديث نفس هذه المضامين ولكن فيه فيك فكتب على عضده الأيمن وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته الحديث الثالث أيضا نفس هذا المضمون عن الإمام الصادق وفيه فإذا ولد خط بين كتفيه وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. هذه الأحاديث الثلاثة حاصلها بيان ثلاثة مراحل ترتبط بالأئمة عليهم الصلاة والسلام المرحلة الأولى حينما الله سبحانه وتعالى يريد أن يخلق الإمام في هذه الدنيا بعد أن خلقه في عوالم أخرى هذه المرحلة الأولى التي تذكر في هذا الحديث لان الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا فيما مضى اولا خلق نورا من عظمته ثم خلق ارواح الرسول والائمه واسكن ذلك النور في هذه الارواح فجعلهم حول عرشه محدقين ثم خلق الجنة، وأفضل منطقة في الجنة هي العليون، ومن أعلى عليين خلق أجسام الرسول والأئمة، ثم مزج ذلك الروح الذي فيه هي ذلك النور بهذه الطينة التي هي طينة عليين في هذه الدنيا فكانوا الرسول والأئمة عليهم الصلاة والسلام، وما ذلك من قدرة الله سبحانه وتعالى وحكمته ببعيد. الآن الكلام في هذه الأحاديث في مرحلة خلقهم في هذه الدنيا. الله سبحانه وتعالى الطينة التي خلق منها أجسادهم. هذه الطينة ينزلها إلى الأرض بشكل شربة ماء فيسقيها والد الإمام فتكون نطفة الإمام من تلك الشربة هذا بالنسبة إلى المرحلة الأولى المرحلة الأخرى الثانية التي تذكر في هذا الحديث هو أن الإمام حينما يكون في بطن أمه أو حينما يولد وحينما يولد الله سبحانه وتعالى يبعث ملكا أو ملائكة فتارة يكتب على عضده الأيمن وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا الكلمة كما ذكرنا هو الشيء الملقى لذا اللافظ يقال له كلمة لأنه يلقى من الفم الإنسان المخلوق أيضا يقال له كلمة عيسى كلمة الله لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى خلق عيسى أوجده ف... وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا التمام شنو هو؟ الشيء اذا لم يكن تاما الجزء الاخير منه اذا وجد يقال تم الشيء الكمال ملاحظه الشيء بكله نقول هذا هذه الدار كامله يعني شنو يعني نلاحظ الدار بكل اجزائها نقول لا نقص فيها كامله لكن حينما يبنى الدار نقول هل تمت الدار يقال لا هناك اجزاء اخرى حينما الجزء الاخير من الدار يبنى يقال تمت الدار على كل حال وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا لان الله سبحانه وتعالى قد اخبر اني جاعل في الارض خليفه الخلفاء بدأوا من آدم إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، من نبي إلى وصي، فحينما الأئمة يولدون تلك الكلمة التي قالها الله سبحانه وتعالى تمت صدقًا لا كذب فيها، وعدلًا يعني مطابقة للتكوين، لا مخالفة له. حتى لا تكون الخلقة عبثا يا احمد لولاك لما خلقت الافلاك يعني شنو؟ يعني الله سبحانه وتعالى لو لم يكن يخلق محمدا كانت الخلقة عبثا والله سبحانه وتعالى اجل واعلى من ان يعبث وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته هسه ابليس يجي يريد يغير شياطين الانس يريدون يغيرون لا يتمكنون لانه اذا اراد الله سبحانه وتعالى شيئا لا راد لقضائه. لا احد يتمكن من ان يعارض الله سبحانه وتعالى في قضائه. واذا تشوف بعض الناس تراهم يخالفون اوامر الله. ذلك لان الله جعلهم مختارين. يعني الله أراد أن يكونوا مختارين وأراد أن يتمكنوا من اختيار الخير أو الشر تشريعا أمرهم بالخير ونهاهم عن الشر لكن تكوينا جعلهم مختارين على كل حال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم تارة تكتب على عضده الأيمن هذه مرة وحين ولادته تكتب هذه الكلمه على جبهته، وتكتب ايضا بين كتفيه يعني على ظهره اعلى ظهره بين كتفيه، لماذا هذه الكلمه تكتب لثلاث مرات او اربع مرات، لان على العضد الايمن يكتب مره حين ما هو في بطن امه وحينا اخر حينما يولد. لعل ذلك من مقدمات الاصطفاء، لأنه كما ذكرنا الله سبحانه وتعالى بنى أمر هذا الكون على التدريج في كل شيء، مع قدرته على الخلق الدفعي، جعله على التدريج، ولعل هذه الكلمة أيضا من مقدمات الاصطفاء. والله سبحانه وتعالى في كل مرحلة يأمر بكتابتها. الحديث الثاني اللي حسب ترتيب الباب، الحديث الأول في هذا اليوم، في هذه الحلقة، يقول إن الله تبارك وتعالى إذا أحب أن يخلق الإمام، يعني إذا أراد أن يخلقه. وكما ذكرنا فيما مضى حب الله سبحانه وتعالى وبغضه ليست كيفيات نفسانية، لأن الله أجل من أن يكون له كيف نفساني، هذا من عوارض الأجسام، إحنا عندنا حب وبغض اللي هو كيف نفساني، لكن الله سبحانه وتعالى أجل من ذلك، فحب الله بمعنى نتيجة الحب، الخلق. هنا احب ان يخلق الامام يعني خلقه مصطفا الخلق باصطفاء لان نتيجه حب الخلق شنو هو؟ هو الخلق باصطفاء اذا احب ان يخلق الامام امر ملكا فاخذ شربة من ماء تحت العرش لانه يظهر من القران ومن الاحاديث في القران سدره المنتهى عندها جنه الماوى الخلق هكذا الله سبحانه وتعالى خلق العرش وخلق الكرسي وتحت العرش الجنه وتحت الجنه السماوات السبع والجنه هي جنان مو جنه واحده فعليون هي أفضل منطقة في الجنة وأعلى منطقة فتكون ملاصقة للعرش فأخذ شربة من ماء هذا الماء حسب ما يظهر من سائر الأحاديث هي الطينة الله سبحانه وتعالى حولها بشكل ماء تحت العرش فيسقيها إياه أباح هذا الملك ملك يأتي ويسقي أبا الإمام هذه الشربة من الماء فمن ذلك يخلق الإمام، يعني الله سبحانه وتعالى يخلق الإمام من هذه الشربة، فيمكث أربعين ليلة في بطن أمه لا يسمع الصوت، لا يسمع الصوت شنو معناه؟ إما يراد به صوت الملك أو يراد به صوت أمه والذين من حولها يتكلمون. لعله لأن الله سبحانه وتعالى أراد في هذه المرحلة من الاصطفاء أراد أن لا يشغله شاغل، فلا يستمع إلى صوت أحد هو وربه. فيمكث أربعين يوما وليلة في بطن أمه لا يسمع الصوت ثم يسمع بعد ذلك الكلام طبعا هذا من خصائص الأئمة لأن سائر الأجنة في هذه الفترة يعني عمره أربعين يوم ما يسمع نعم لعله في العلم الحديث ثبت أن الجنين حينما يكمل يصير عمره مثلا سبعة أشهر ثمانية أشهر تسعة أشهر لعله يسمع قد لا يدرك ما يسمع لكن لعله يسمع لان اجهزه البدن تقريبا بعد الاشهر الاربعه تكمل فسمعه يكمل فالصوت قد يخترق البطن اذا كان عاليا ويصل الى مسامع الجنين فيستمع الى الصوت لكنه لا يدرك هذا الكلام لان الله يقول والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا ولكن قد يؤثر فيه صحيح هو ما يفهم الكلام لكن قد يؤثر فيه أما الإمام الله سبحانه وتعالى جعل له خاصية من الشهر الثاني وعمره أربعين يوما يستمع إلى الصوت فإذا ولد هذه مرحلة النطفة و في بطن امه. المرحلة الثانية اللي تدل عليها هذه الأحاديث فإذا ولد بعث ذلك الملك ذلك الملك الذي جاء بالشربة من تحت العرش فيكتب بين عينيه. هذه مرحلة أخرى لأنه في الحديث الأول يكتب في عضده. في الحديث الثالث يكتب في عضده الأيمن بعد ولادته. في الحديث الرابع يكتب بين كف بين كتفيه يعني اربع مرات تتكرر هذه العمليه مره على عضده الايمن وهو في بطن امه مره على عضده الايمن حينما يولد مره على جبهته حينما يولد ومرة رابعه بين كتفيه حينما يولد ايضا وكل ذلك يرتبط بمراحل الاصطفاء التي اراد الله سبحانه وتعالى للامام. فإذا ولد بعث ذلك الملك يعني بعث الله فيكتب بين عينيه وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. الكلمة تمت الله وعد بأن يجعل خليفة في الارض وهذا الخليفة الله سبحانه وتعالى اوجده. الخبر الذي اخبره كان صدقا لم يكن كذبا اخبر الملائكه واخبر الانبياء الماضين واخبر رسوله محمدا صلى الله عليه واله فكلامه صدق لا كذب فيه وعدلا يعني يطابق التكوين لا عبث فيه لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم هذه هي المرحلة الثانية التي ذكرت في هذه الأحاديث المرحلة الثالثة زين الإمام ولد وهو إمام لكنه صامت بمعنى أنه لا يأمر ولا ينهى وإنما في زمن الرسول الأمر والنهي لرسول الله صلى الله عليه وآله وبعد الرسول الأمر والنهي للإمام السابق فالإمام اللاحق صامت يعني لا يأمر ولا ينهى، لا يباشر السلطات رسميا. لكن حينما الله سبحانه وتعالى يتوفى الإمام السابق، هذا ينطق بالإمامة، يعني يكون له الأمر والنهي. والأئمة يشهدون على الخلق وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا البعض يقول شنو المقصود الأمة الإسلامية الإمام الباقر يقول هل يعقل أن يكون المسلمون أن يكون المسلمون بأجمع شهداء في يوم القيامة وفيهم ناس لا تقبل شهادتهم في حزمة بقل يجيب باقة فجل يشهد عليها لا تصدقه أكو بعض المسلمين هكذا عد هذا يوم القيامة يجي يشهد على الناس معقول هذا الشيء لا يقصد بالآية جميع المسلمين وإنما يقصد بها ناس مخصوصون معصومون حتى شهادتهم لا تكون فيها خطأ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لا إفراط بالغلو ولا تفريط والأمة الوسط لماذا جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس في أحاديث متواترة المقصود بهذه الأمة الوسط الأئمة عليهم الصلاة والسلام هم الذين يشهدون على الخلق فكل امام يشهد في الناس الذين كانوا في زمان امامته. الانبياء يشهدون على اممهم. ما دام عيسى كان في بني اسرائيل، كان شهيدا عليهم. فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم. عندما الله سبحانه وتعالى رفع عيسى الى السماء هذا الدور انتهى بالنسبة للأجيال اللاحقة هو مو شهيد بالنسبة للأجيال اللاحقة وإنما أوصياؤه كانوا شهداء إلى أن جاء الدور إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله شهيد على الذين كانوا في زمانه من بعد الرسول كل إمام يشهد على الناس الذين هم في زمانه زين شلون يشهد؟ اذا ما يدري اذا لا يعلم هذه شهاده تكون شهاده زور الشهاده لا تكون الا بعلم الامام الصادق عليه الصلاه والسلام ارى احد اصحابه الشمس قال انظر الى الشمس لحظه قال على مثل هذه فاشهد او فدع انت اذا تريد تشهد في محكمة في قضية لازم يكون شهادتك عن يقين الظن سمعت قال وهذا ما يفيد هاي الشمس شلون تشوفها لا مجال للشك فيها على مثل هذه فاشهد أو فدع اترك لا تشهد زين إذا في قضية عادية واحد لازم شهادته تكون عن يقين. في القضية على الناس انهم آمنوا كفروا فسقوا اطاعوا عصوا هذا لا يكون إلا عن علم. فكل إمام في زمنه يشهد على أهل ذلك الزمن عن علم. شلون يشهد عن علم؟ هذا هذه الاحاديث وأحاديث أخرى تبين أن أعمال العباد هذه تجمع ملك هذا الملك يظهر كعمود نور الإمام يشوفه غير الإمام ما يشوفه فيرى أعمال الخلق عند ذلك الملك هسه يراها مكتوبة، يرى نفس الاعمال، يرى صورها، هذه طريقة لا نعلم كيفيتها، لكن يرى أعمال الخلق. فحين ذاك في يوم القيامة يشهد شهادة بعلم. هسه إذا نريد نقرب المسألة إلى الأذهان تشوف مثلاً من باب المثل مخلين في دائرة، في بيت، في مكان كاميرات خفية. الناس يجون ما يشوفون هذه الكاميرات الخفية، هذه الكاميرات الخفية عبر أسلاك جاية وتعرض في تلفزيونات مثلا في غرفة خاصة لا يعلم بها أحد. واحد قاعد يشوف ما تنقله هذه الكاميرات الخفية، وباشر بالمحكمة يروح يشهد، يقولون انت شلون؟ هاي خمسين مكان كان شلون انت شهدت على خمسين مكان يقول رأيت ما في هذه الأماكن عن طريق هذه الكاميرات الخفية هذا مثال مادي لتقريب المسألة إلى الأذهان لأنه إحنا أحيانا الأمور غير المادية نستصعبها نستصعب فهمها أكو بعض الناس بس ما يسمع هذه الأمور كذب تقول له بالقرآن السماء يريد يكذب القرآن ولو في باطنه يكذب القرآن لكن لا يتمكن من التصريح به يحاول أنه يفسر القرآن برأيه لكن عندما تذكر الأمثلة المادية الفكرة شوية تصير أسهل فهما ولذا الله سبحانه وتعالى يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون فعلى كل حال شلون في المثل المادي انت هذا الشخص اللي يجيب المحكمة يشهد على خمسين مكان لانه رآها بالتلفزيونات عن طريق الكاميرا الخفية تقبل شهادته هذا المثال المادي نجي في المثال المعنوي أعمال الخلائق تعرض في عمود من نور اللي هو ملك لكن لا يرى هذا الملك الا الامام، الله سبحانه وتعالى زوده بذلك. شلون احنا ما نشوف؟ لان الله سبحانه وتعالى لم يزودنا بذلك. ومثال المادي الان احنا الان في هذه الصالة جالسون. في هذه الصالة الان كثير من الامواج الاذاعية موجودة. من الامواج التلفزيونية. من أمواج الهواتف الخلوية النقالة موجودة لكن نحن لا نستمع إليها تشوف صنطة لا حس لا حركة مع أن هذه الأمواج موجودة ليش؟ لأن عيوننا لأن أسماعنا لم يجعل الله سبحانه وتعالى فيها أجهزة تلتقط هذه الأمواج لكن جيب مذياع راديو جيب تلفزيون جيب دش لاقط مع تلفزيون هذه الأجهزة تلتقط هذه الأمواج زين الله سبحانه وتعالى لنا لم يجعل أجهزة للنظر إلى الملائكة نشوف الملائكة لكن حينما الإنسان يحتضر في حالة الاحتضار اللحظات الأخيرة الله سبحانه وتعالى يرفع الغطاء عنه يعني يزوده بما يرى به عالم الاخره يشوف الملائكه يوم يرون الملائكه لا بشرى يومئذ للمجرمين في ايه اخرى فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد يعني حاد تشوف عالم الاخره الله سبحانه وتعالى زود الامام برؤية ذلك الملك اللي هو عمود من نور ويرى عن طريقه أعمال العباد عد يوم القيامة يجي يشهد عليهم وكذلك جعلناكم أمة وسطة يعني أئمة هذا المعنى لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا فإذا مضى الإمام الذي كان قبله هذا الامام صار الامام الناطق. رفع لهذا منار من نور. اللي هو ملك كما سياتي في الاحاديث اللاحقه. ينظر به الى اعمال الخلائق. الى اعمالهم. فبهذا يحتج الله على خلقه. هذا الامام الله سبحانه وتعالى يحتج به عليهم. يعني يوم القيامة. قل فلله الحجه البالغه يوم القيامه واحد من الناس اذا كان ضالا عن تقصير او عن عناد يوم القيامه حجته داحضه الله سبحانه وتعالى يقول احنا في زمانك جعلنا امام انت ليش ما اتبعته لله الحجه البالغه ما يقدر يستدل وايضا الانسان عندما يجيب يوم القيامه الكافر او العاصي هناك كم يكذب والله ما كنا مشركين المشرك هو بالدنيا يوم القيامه يجيبه يحلف بالله كذبا في يوم القيامه زين الله سبحانه وتعالى يحتج على الناس بشنو بطرق مختلفه من الطرق شهاده الاعضاء وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهَ الَّذِي أَنْطَقْ كُلَّ شَيْءٍ ومن جملة الشهود وأهم الشهود الأئمة الله سبحانه وتعالى يجيبهم يشهدون على الناس يقول ذول أئمتكم ليشهدون عليكم فبهذا يحتج الله على خلقه ثم بعد ذلك أحاديث أخرى أيضا في كيفية خلق الإمام في هذه الدنيا سنتعرض اليها في حلقات قادمه هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين